الكلام الكلام ما يك... يعني ما عن ماجد عن ماجد عن ماجد لازم تجلس في برنامج يوميا لمدة ساعتين لمدة مثلا شهر كامل عشان تتكلم عن ماجد. ليش؟ ماجد أنت شفته وإلى الآن معجب بأحداثه وطريقة تسجيله، كيف لو دخلت الملعب ولعبت معه؟ أنا أكثر الناس اللي لعب مع ماجد، تشرفت إني أنا لعبت مع ماجد، هذه حاجة. أنا من الناس اللي الله وفقني سبحانه وتعالى إني أنا أصلح لماجد أهداف حلوة. الحمد لله، يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومساعدة الزملاء. أنا من الناس اللي قريب من ماجد كثير. ماجد إذا انطلق وقال لك هبه أو قال لك ها ولا قال لك حطها ثلاثة، ما عنده غير هبه اللي تطلع معاه ديك الساعة، هبه ها حطها له وانتظر انه تجيبها من الشبكة وبعد المباراة تاخذ المكافأة. ماجد